مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن بطولة بلاي ستيشن 4 فورتنايت اللي هي قادمة يوم 15 ويوم 16/2. مجموع جوائز مليون دولار وسكين وبيكاكس وسبري، فخليك مع المقطع ومشاهدة ممتعة. قبل ما بلش الفيديو تبعي بحب اتشكر كل شخص اشترك بالقناة، واذا انت مو مشترك بالقناة بتمنى انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وبعتذر على القطعة اللي قطعتها بس كان معي شوية برد وانفلونزا يعني مرضان، فالحمد لله يعني عم بتعافى ويمكن صوتي مو واضح زيادة. لنحكي عن الموضوع السكين هو هذا اللي حيكون في بطولة يوم 15/2 و16/2 اللي هي تبع بلايستيشن 4. كيف تشارك بهي البطولة؟ اولا لازم تشارك بهي البطولة على اي سيرفر كان، مو شرط مثلا اوروبا او امريكا او اي شيء، اي سيرفر كان تقدر تشارك فيها. تاني شيء لازم تكون عم تلعب على جهاز بلايستيشن 4، حصرا بلايستيشن 4 وكنترول، يعني لا تغير شيء، لعب على البلايستيشن بالكنترول. الجوائز هي تبع يوم 15/2 رح تكون الجوائز افضل 50% من اللاعبين رح ياخذوا سبراي اللي هو بخاخ موضح امامكم بالشاشة، وافضل 25% من اللاعبين رح ياخذوا الفأس البري اللي هو اسمه بيكاكس، وافضل 5% رح ياخذوا زي التانجو اللي هو سكن التانجو اللي ظاهر امامكم بالشاشة. هاي البطولة صارت مثلها من كم يوم، بس اخذوا سكين كان تبع بنت واخذوا سبراي واخذوا كم شغلة نفس الموضوع هي، بس هاي تبع بلايستيشن 4. وجوائز يوم 16 رح تكون بقيمة مليون دولار. هاي الجوائز رح تكون تتقسم على اللاعبين كلياتهم مثل ما وضحت ايبك جيمز من على الحساب تبعها الرسمي او الموقع الرسمي، هيك وضحت انه المليون دولار رح تتقسم على اللاعبين، ورح يكون في لاعبين كتير مشاركة بهاي البطولة. فاذا بتقدر انت تشارك فيها رح تكون يوم 15/2 و16/2 تقريبا مثل اللي قبلها، هي الساعة 11 للساعة 1 الظهر توقيت مصر، او من الساعة 12 الظهر للساعة 2 توقيت مصر، تقريبا نفس الوقت رح تكون، مو موضح امتى الوقت بس موضح التاريخ. كل عليك انك انت تفوت قبل بيوم تشوف عندك هون بهي المنطقة هون، رح تلاقي موجودة عندك هون وعليها صورة السكين تانجو اللي هو امامكم بالشاشة، هاي بتفتح بتكون مقفولة مثل كل البطولات، بتفتح يوم 15 ويوم 16 الساعة 11 الظهر او الساعة 12 الظهر، لسه مو محدد الوقت، وبس بتفوت من هون بتشارك بالبطولة على اي سيرفر كنت، لازم بلايستيشن 4 ولازم تكون عم تلعب بالكنترول، ما بصير تلعب على البي سي وتحط كنترول، ما بصير هذا الشيء. فبس هذا هو الفيديو تبعنا اليوم، واذا انت اول مرة بتشاهده عند القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس. بتشكر كل شخص علق لي على فيديو او حط لي لايك، بتشكره كتير على دعمه اللي حفزني كمل اكتر واكتر. وخليكم هلا مع مقطع صغير، شكرا على المشاهدة برعاية الله. يا ابني انا مستنيك تقول حاجة اساسا، انت بتقول ايه؟ مستنيها تلعب؟ انت مستنيها تلعب؟ يا معلم انت قطعت نيمو؟ اهدى يا مهند، الله في لعبي بقى كده. امين اس دوت ودمج الولد امينس امينس. هو مين اللي معاكوا ده؟ ده معانا الكل؟ لسه معانا جيمر علي مهند، بص شوية يا مهند. طيب
ده هقتله ازاي؟ علي انت بتعمل ايه يا علي؟ انت بتعمل ايه يا علي؟ خلاص خليك عليه انت تراي هارد. ده انت ما بتديليش كده يعني، مش فاهم انا. هو فعلا مش لاقيه والله. مش ده هو كده هو What the f يا عم؟ طب انا يعني حلو حلو حلو.